Welcome with all of you, my student, in this new lecture about amino acid. We'll begin this lecture with tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate is formed from the vitamin folate through two reductions catalyzed by dihydrofolate reductase. هذا الانزيم dihydrofolate reductase يقوم بتحويل الفولات الى tetrahydrofolate بخطوتين متعاقبة. خطوة إضافة 2 من ذرات الهيدروجين، والخطوة الثانية أيضا بإضافة 2 من ذرات الهيدروجين، فيتحول أدنى الفوليت إلى تترا هيدروفوليت. It picks up one carbon unit from a variety of donors and enters the active one carbon pool. فإذا هو يأخذ واحد كربون، يعني ذرة كربون واحدة، هذا المقصود بها، من العديد من المانحين، جزيئات كثيرة تمنح هاي ذرة الكربون الواحدة، وهذه راح ممكن فيما بعد استخدامها لإضافة الكربون لمختلف التراكيب. Important pathway requiring different form of tetrahydrofolate from this pool including the synthesis of all purines and thymidine which in turn are used for DNA and RNA synthesis during the cell growth and division. فإذن احنا نحتاج اصناف متعددة من التتراهيدروفوليت المحمل بالكربون لاجل انجاز الكثير من التفاعلات اللي تتضمن من ضمن هذه التفاعلات هي صناعة البيورينات او تخليق البيورينات وتخليق الثايمدين اللي هم فيما بعد راح يكونون النواة في بناء الـ DNA وفي بناء الـ RNA اللي تحتاج الخلية عندما تقوم بعملية الانقسام. Megaloblastic anemia result from insufficient active tetrahydrofolate to support cell division in the bone marrow. يعني في حال نقص التتراهيدروفوليت وهنالك قصور في المقادير الطبيعية أو النسب الطبيعية لوجوده أو التراكيز الطبيعية لوجوده في الدم، هذا راح ينعكس على الجسم بشكل ميغالوبلاستيك أنيميا، لأنه أعداد الخلايا راح تقل وحجومها راح تكبر، ولذلك تحول هاي الخلايا إلى خلايا أكبر حجما لكنها أقل عددا، والنقص في العدد طبعا راح يؤدي إلى ما يعرف بالأنيميا أو فقر الدم. ميثوتريكسات inhibits dihydrofolate reductase making it useful anti-neoplastic drug. الميثوتريكسات يعمل على تثبيط انزيم مهم في الجسم هو الدايهيدروفوليت ريدكتاز. احنا قلنا الدايهيدروفوليت ريدكتاز عمله ان يحول الفوليت الى تتراهيدروفوليت. عمل الدايهيدروفوليت ريدكتاز هو ان يحول الفوليت الى تتراهيدروفوليت، لكن الميثوتريكسيت يمنعه لانه انهبيتر اله، يمنعه من هذا العمل، فما راح يمكنه من ان يحول لنا الفوليت الى تترا هيدروفوليت، وبذلك راح يوقف بناء البيورينات والثايميدين، وبذلك ايضا اعتمادا على هذا راح يوقف لنا بناء الدي ان اي، وهذا التوقف راح يكون سبب في منع انقسام الخلية، ولذلك هو راح يبطئ نمو الاورام، يعني ما يسمح للخلايا بالانقسام. فإذن الميثوتريكسات يعمل كيوسفول أنتي نيوبلاستيك دراج، يعمل كيوسفول أنتي نيوبلاستيك دراج، يعني علاج مفيد في حالات تكون الأورام السرطانية أو الأنسجة الفعالة من ناحية الانقسام. فوليت ديفيشينسيز may be seen during pregnancy and in alcoholism، لأن الحاجة الشديدة للانقسام في حالة البريجنانسي
راح تقلل من تركيز الفوليت، ولذلك بتكون النساء فيها الحالة deficient with folate فتحتاج supplement، يعني تحتاج إضافات في الغذاء أو تأخذ مكملات من الفوليت. وأيضا التناول الكحول يؤدي إلى تقليل، لأنه يتعارض مع الميتابوليزم للتترا هيدروفوليت. Additional folate may be stored as the highly reduced N5 مثل تترا هيدروفوليت. الفوليت اللي يدخل الجسم اللي بيه زيادة يخزن بشكل ال N5 مثيل تترا هيدروفوليت. And this form is referred to as the storage pool. والصيغة الخزنية للتترا هيدروفوليت اللي يخزنها الجسم هي ال N5 مثيل تترا هيدروفوليت. There is only one non-enzyme. That uses it. يعني هنالك إنزيم واحد فقط يعمل على هذه الصيغة الخزنية اللي إحنا ذكرناها هي الـ N5 مثيل تترا هيدروفوليت. إنزيم واحد فقط يعمل عليها. And in turn move it back into the active pool. ويرجعها مرة أخرى إلى الـ active pool. وهذه الـ active pool هي اللي تحتوي كل انواع التترا هيدروفوليت المطلوبه، يعني لا تحتوي على نوع واحد، وانما يرجعها الى البول اللي تحتوي مثل ما قلنا الميثيلين والميثيلين وغيرها. This والفورميل ايضا عفوا. This enzyme is the N methyl تترا هيدروفوليت هوموسيستين ميثيل ترانسفيريز. الانزيم هو شوي اسمه طويل، لكن هو N مثيل تترا هيدروفوليت ثم الهوموسيستين مثيل ترانسفيريز، which also require. وهذا الإنزيم المهم قلنا الوحيد اللي يعمل على ال N مثيل تترا هيدروفوليت، which also require يحتاج لأجل إتمام عمله فيتامين B12 and is involved in regenerating SAM الS adenosine ميثايوني السام as a methyl donor for many reaction. وهو ايضا يقوم بانتاج السام هذا اللي هو واهب لمجموعة المثيل للكثير من التفاعلات. فاذا هذا الانزيم مهم، وهذا الانزيم يعتمد على B12، لذلك نشوف تفاعلات التترا هيدروفوليت وتفاعلات B12 مشتركة، والنقص مالهم اثنين هم يؤدي الى الميغالوبلاستيك انيميا، يعني نقص التترا هيدروفوليت ونقص البي 12 بينهم يؤدي الى الميغالوبلاستيك انيميا، ولذلك هناك يعني صفه مشتركه في هذين الفيتامينين، وهم اثنينهم نحن نسميهم الهيموبويتيك فيتامين. يعني بقيه فيتامينات بي نسميها انرجيتك فيتامينز، بينما دول الاثنين اللي هم فيتامين بي 12 والفوليك اسيد نسميهم الهيموبويتيك فيتامينز. كوبالامين او فيتامين بي 12. الفيتامين كوبالامين او فيتامين بي 12 از ريدوسد اند اكتيفيتد ان ذا بودي تو 2-4 adenosyl cobalamin used by methyl malonyl CoA mutase and methyl cobalamin used by the N methyl tetrahydrofolate homocysteine methyl transferase reaction. اذا هذا الفيتامين اللي هو الكوبالامين او الفيتامين بي 12 في الجسم يعاني من اختزال ثم تنشيط، و يتحول الى صيغتين. الصيغه الاولى نسميها الادينوسيل كوبالامين، وهذه تستخدم من قبل الانزيم مثل مالونيل كوي ميوتيز، واحنا عرفنا هذا المثل مالونيل كوي ميوتيز حولنا المثل مالونيل كوي الى السكسينيل كوي اللي يروح الى السيتريك اسيد سايكل، هاي حكينا عنها سابقا. مثل كوبالامين، والصيغة الثانية هي صيغة المثل كوبالامين
هذا الميثيل كوبالامين used by يعني يستخدم من قبل الانزيم N-methyl tetrahydrofolate homocysteine methyl transferase. هذا الانزيم الثاني اللي هذا قلنا شنو؟ هذا قلنا يعمل على خلاف العمل الاول، هذا يستخدم الهوموسيستين ويطلع لنا من عنده السام، طلع من الهوموسيستين السام بإضافة مجموعة مثيل. These are the only two non-enzymes that use vitamin B12. إذن عندنا الفيتامين B12 هو كوانزيم في اثنين انزيمات في الجسم، اثنين انزيمات هي الميثيل مالونيل كو اي ميوتاز، هذا الانزيم الاول، والان ميثيل تترا هيدروفوليت هوموسيستين ميثيل ترانسفيرات، هذا الانزيم الثاني فقط لا غير، يعني ما عندنا غير هذه الـ الانزيمات الاثنين اللي يعمل فيهم الفيتامين بي 12. الكوبالامين ديفيشينسي كان كرييت سكندري ديفيشينسي اوف اكتيف تترا هيدروفوليت. احنا قلنا هو كوانزيم يدخل في الانزيمات الضرورية لانتاج اصناف التترا هيدروفوليت او تترا هيدروفوليت بول، زين، فهو مهم للانزيم هذا اللي يطلع لنا التترا هيدروفوليت من الصيغة الخزنية اللي هي N5 مثيل تترا هيدروفوليت ويحولها الى الاصناف الاخرى المهمة اللي يستفاد منها الجسم في العمليات الكثيرة اللي يحتاج بها التترا هيدروفوليت. Of the active tetrahydrofolate by preventing its release from the storage pool through the N-methyl tetrahydrofolate homocysteine methyl transferase reaction and thus also result in megaloblastic anemia. ولهذا ينتج عنه عن نقص الفيتامين بي 12 الميغالوبلاستيك انيميا والبروجريسيف بيرفيرال نيوروباثي also result from cobalamin deficiency واعتلال الاعصاب المحيطيه المنتشر، هذا مرض اخر غير الميغالوبلاستيك انيميا ممكن ان ينتج من نقص الكوبالامين. البروجريسيف بيرفيرال نيوروباثي اعتلال الاعصاب المحيطيه المنتشر ممكن ان يتأتى بسبب نقص الكوبالامين. Heme synthesis. Heme is a coordination complex consisting of an iron-ion coordinated to a porphyrin acting as a tetradentate ligand. الموضوع هو تخليق الهيم. تخليق مركب الهيم. الهيم هو معقد تناسقي coordination complex يعني معقد متناسق، يتكون من الحديد او ايون الحديد ومتصل تناسقيا بآثرة تناسقية مع البورفايرين. البورفايرين هنا يعمل كلاجن رباعي المخلب، لاجن رباعي المخلب يعني يرتبط مع ايون الحديد من اربعة جهات، من اربعة جهات فإلى اربع مواقع ارتباط مع ايون الحديد. طبعا هنا المقصود ايون الحديد الثنائي يعني الفرس، واحيانا الايون الثلاثي الفرك. ارتباط الفورفايرين مع الحديد يكون في الغالب مع الفرس واحيانا مع الفرك ايون. الحديد زائد 2 والحديد زائد 3. Heme synthesis occur in almost all tissues because heme protein include not only hemoglobin and myoglobin but all the cytochromes, electron transport chain, cytochrome P450, cytochrome B, as well as the enzymes, catalase, peroxidase and so on. لاحظ انه تخليق الهيم لا يتم فقط في كريات الدم الحمر او خلايا المسؤولة عن تكوين الهيموغلوبين والمايوغلوبين
وإنما يتكون في مختلف الخلايا، في جميع الخلايا تقريبا، لأنه موجود على سبيل المثال هذا الهيم في السيتوكروم، السيتوكرومات اللي حكينا عنها بالإلكترون ترانسبورت تشين، كذلك بالسيتوكروم اللي موجود في الكبد واللي هو البي 450 هذا اللي مسؤول عن الريدكشن اوكسيديشن بروسيس، وعندنا السيتوكروم بي ايضا، كذلك انزيمات كثيره مثل انزيم الكتاليز وانزيم البيروكسيديز، هذه انزيمات مهمه بالاكسده والاختزال، فتحتوي ايضا على مركب مثل الهيم. Many porphyrin containing metalloproteins have heme as their prosthetic group. These are known as hemoproteins. البروتينات كثيرة اللي تحتوي على البورفايرين وأغلبها من الميتالوبروتين أو البروتينات الفلزية، الميتالوبروتين أو البروتينات اللي تحوي على الفلزات في تركيب، مثل ما ذكرنا الحديد على سبيل المثال، فتحتوي على الهيم، وهذا الهيم يعمل كبروستيتك جروب، يعني شنو؟ يعني مجموعة قوية الارتباط، مجموعة قوية الارتباط في العناصر مثل الحديد، وتعرف هذه بالهيمو بروتين، هاي البروتينات اللي تحمل الهيم تسمى بالهيمو بروتين نظر لارتباطها القوي مع الهيم، تعرف بالهيمو بروتين، هذا الصنف من المركبات يعرف بالهيمو بروتين. Hemes are most commonly recognized as components of hemoglobin. في الغالب تكون هذه مركبات الهيم هي أجزاء من الهيموغلوبين، لأنه مثل ما معروف الهيموغلوبين هو هيم وغلوبين، بروتين الغلوبين يرتبط مع مركب الهيم يسوي لنا هيموغلوبين، اللي هو الريد بيجمنت ان بلاد، الصبغة الحمراء اللي موجودة في الدم اللي لونها أحمر، الصبغة المسؤولة عن نقل الأكسجين هي الهيموغلوبين، وهي هيم وغلوبين. The pathway producing heme is controlled independently in different tissues. السيطرة على هذا الباثوي تكون مختلفة حسب اختلاف النسيج. In liver, إذا جينا إلى الكبد فنشوف أنه the rate limiting enzyme is the delta amino levulinate synthase. الخطوة المحددة للسرعة واللي يسيطر على سرعة هذا الباثوي في الكبد هي انزيم الدلتا امينو ليفيولينيت سينثيز او الدلتا امينو ليفيولينيك اسيد سينثيز، شلون ما تسميه صحيح، دلتا امينو ليفيولينيك اسيد سينثيز او الدلتا امينو ليفيولينيت سينثيز، هذا الانزيم المهم انه هو الخطوة المحددة للسرعة في سرعة تخليق الهيم في الكبد. The regulatory effects are multiple. خطوات التنظيمية متعددة. The normal end product heme. والناتج النهائي هو الهيم. When in excess of that needed for production of hemoprotein. عندما هذا الهيم يفيض عن الحاجة المطلوبة لإنتاج الهيموبروتين. الهيموبروتين. Is oxidized to hematin. أو هيماتين. فراح يتم أكسدته إلى الهيماتين. يتم أكسدة الهيم إلى الهيماتين في حال وجود زيادة كمية كبيرة من عند which contains hydroxyl group attached to ferric atom. إحنا قلنا الحديد موجود في تركيب الهيم، لكن الهيماتين موجود في تركيب الحديد اللي هو بشكل حديديك، يعني الفرك وليس الفرة، وهذا الفرك مرتبط في تركيب الهيماتين بمجموعة هيدروكسيل، بمجموعة OH يعني. Replacement of hydroxyl group by a chloride ion produces hemine. والهيماتين هذا يتحول إلى هيمين باستعاضة مجموعة الهيدروكسيل بالكلورايد ايون، يعني بايون الكلوريد. إذا نخلي مكان الهيدروكسيل راح يتحول عند هذا المركب من هيماتين إلى هيمين. هيمين and heme inhibit the delta amino levulinic acid synthase enzyme allosterically. منهم الهيم الزيادة والهيمين اللي راح يتحول إلى، يعني الهيم راح يتحول إلى هيمين
بالمحصلة النهائية، وراح يكونون هم inhibitor للريت ليميتنج ستيب انزيم اللي هو الدلتا امينو ليجولينيك اسيد ساينثيز. لكن هذا التثبيط اللوستريكالي يعني يحدث على مواقع غير المواقع التحفيزية في الانزيم. اللوستريكالي يعني يحدث هذا التثبيط على مواقع غير المواقع التحفيزية في هذا الانزيم، فيثبط الانزيم الهيمين يثبط الانزيم، ولذلك لا تحدث زيادة من الهيم في الخلايا، لانه الهيم راح ينتج بكثرة راح يتحول الى هيمين، واليمين راح يثبط الريت ليميتنج ستيب فيتوقف بناء الهيم. Induction of delta amino oligolinic acid synthase is suppressed by hemine and increased by variety of xenobiotic. يعني صحيح يصير له suppression هو او اخماد بالهيمين، ولكنه يتاثر في الكثير من الزينوبايتك. طبعا الزينوبايتك هي مركبات اللي تاتي او تدخل الى الجسم بطريق غير الميتابوليزم، يعني ما موجود باثوي لانتاجها، وانما هي مركبات خارجيه تدخل الى الجسم، او مركبات تاتي من تحطم بعض المركبات اللي في الميتابوليزم بصوره غير طبيعيه، او هي environmental pollutant ملوثات بيئية. مثلا هذه الزينوبايتك قد تكون هي ملوثات بيئية environmental pollutant and natural steroid. وكذلك الاستيرويدات ممكن ان تعمل على زيادة انتاج الهيم. The pathway producing him is as below. As below يعني بالسلايد الاخر، السلايد الجاي راح نشوف، وهذا طبعا عليكم تشوفون تتابعون عملية بناء الهيم شلون تبدي وشلون تنتهي، ودور الدلتا امينو ليجيولينيك اسيد والامراض المصاحبة. acute intermittent porphyria which is represented by the porphobilinogen deaminase deficiency. This enzyme is deficient. The porphobilinogen deaminase enzyme is deficient, and this deficiency causes the acute intermittent porphyria. المرض أناني اللي يصاحب نقص إنزيم البورفوبيلينوجين ديامينيز، هذا لما ينقص الإنزيم راح يكون سبب في ظهور ما يعرف ب الأكيوت انترميتنت بورفيريا. والبورفيريا هي مجموعة من الأمراض الحقيقة، هذه واحد منها نسميه أكيوت انترميتنت، وإلا هي البورفيريا عديد من الأنواع، أنواع كثيرة للبورفيريا تقريبا 7 أنواع، وكلها تتعلق بنقص الإنزيمات اللي تقود إلى تكوين الهيم. This late onset autosomal dominant disease exhibit variable expression. هذا المرض الغالب أو المسيطر جينيا يظهر بتعابير كثيرة وبمظاهر كثيرة. Many heterozygotes remain symptom free throughout their life. ولكن بالرغم من ذلك بعض الناس اللي هم heterozygotes يعني عندهم 2 أليلات مختلفة قد يكون ما يظهر عليهم أعراض، يعني خلال حياتهم الإنسان يعيش ويموت ما يظهر عليه أعراض. Signs and symptoms when present include. الأعراض لما تكون موجودة تتضمن ما يلي: أولا the abdominal pain، abdominal pain ألم في منطقة البطن. Anxiety، paranoia and depression. Anxiety قلق، paranoia يعني قد يسمى جنون العظمة أو اضطراب نفسي. Depression الكآبة. Paralysis شلل، and also motor sensory or autonomic neuropathy اعتلالات عصبية في الأعصاب الحركية والأعصاب الحسية والأعصاب اللا إرادية. Other signs and symptoms like
weakness, and we are now talk about the symptom of acute intermittent porphyria. Weakness يعني الخور أو الضعف. Then we have the excretion of alpha aminolevulinic acid and porphobilinogen during episode. حيصير طرح لكميات كبيرة من الالفا امينو ليفيولينيك اسيد في الادرار، وكذلك طرح للبورفوبيلينوجين بكميات كبيره ديورينج ايبيسويد، يعني في الفترات التي تحدث فيها النوبه، كانما اكو نوبات لهذا المرض. فلما تصير ذروه النوبه والالم راح تطرح في خلال هذه الفتره كميات كبيرة من الألفا أمينو ليفيولينيك أسيد وكميات كبيرة من البورفو بلينوجي. Also in severe cases dark red color to urine on standing. وأيضا من العلامات المهمة في الحالات اللي هي يعني severe أو تكون قاسية جدا في الحالات المتقدمة، خلينا نقول الإدرار يكون لونه غامق أحمر بعد أن يجمع خلال فترة، يعني on standing بعد أن يجمع الفترة يتحول إلى اللون الأحمر. Some of these individuals are incorrectly diagnosed and placed in psychiatric institutions. بعض هؤلاء المرضى يشخصون ويوضعون خطأ في المصحات النفسية، هم ما عندهم مرض بحقيقة نفسي، يعني هذا هو ليس مرض نفسي ونقص أنزيمي، يعني المرض يتعلق بالأيض، هو ميتابوليك ديس أوردر، يعتبر من ضمن أمراض الميتابوليك ديس أوردرز وليس أمراض نفسية، فمن الخطأ أن يشخص على أنه سايكياتريك ديزيز. Episode may be induced by hormonal changes and by many drugs including barbiturate. وهذه الإبسويد أو هذه النوبات من المرض تتفاقم وتزداد لأسباب هرمونية، بسبب تغير هرموني في الجسم أو بسبب تعاطي بعض الأدوية مثل البربيتوريت. Other porphyrias. Deficiencies of other enzymes in the heme pathway produce porphyrias in which photosensitivity is a common finding. يعني هنالك اعتلالات أخرى تحدث نتيجة نقص في أنزيمات موجودة في الباثوي اللي يؤدي إلى تكوين الهيم، وهي كلها نسميها بورفيريا، كل هاي الأنواع تسميها أنواع مختلفة للبورفيريا، كل إنزيم يصير بنقص يصير بورفيريا من نوع معين، ولكن تتصف بشكل عام البورفيريا بالفوتوسنسيتيفيتي، يعني عدا هاي الأكيوت انترميتنت بورفيريا، عدا الأكيوت انترميتنت بورفيريا البورفيريا الأخرى البقية بشكل عام تتصف بوجود الفوتوسنسيتيفيتي، والفوتوسنسيتيفيتي يعني حساسية الضوء، يعني الإنسان يصير عنده حساسية من ضوء الشمس، يبدي يبتعد ويهرب من ضوء الشمس. Chronic inflammation to overt blistering and sharing in exposed areas of skin characterize these porphyria. يعني من الصفات اللي تميزنا هاي البورفيريا أنه تحدث التهابات مزمنة كرونيك انفلاميشن وتفقع في الجلد وتقطع في الجلد اللي يكون معرض للشمس، الاكسبوزد اريا يعني المناطق المعرضة للشمس، مناطق المعرضة من الجلد بشكل مباشر للشمس. اذا انسان عنده بورفيريا فالجلد راح يصير فيه بلسترنج، يعني تفقع وتقطع شيرينج، وهذه من الأعراض المهمة
للبورفيريا، انه الانسان يبدي يبتعد من الشمس لان الشمس تاذي الجلد مالته. The most common is porphyria cutanea tarda. هذه نوع من البورفيريا، بورفيريا كيوتانيا تاردة، تحدث بسبب شنو؟ deficiency of euro porphyrinogen decarboxylase enzyme. هنا هذا انزيم اليورو porphyrinogen decarboxylase، هذا لما يكون الانزيم بنقص يعني deficient يظهر عندنا بورفيريا، نسميها البورفيريا كيوتانيا تاردة. An autosomal dominant condition، وهي من الأمراض اللي تكون جينيا مسيطرة، with late onset، وتظهر بشكل متأخر في مع تقدم العمر يعني. Beta carotene is often administered to porphyria patient. في الغالب المرضى بالبورفيريا وخصوصا اللي من هذا النوع اللي يصحبها فوتو سنسيتيفيتي، يعني تكون بورفيريا بها فوتو سنسيتيفيتي، بها تحسس للضوء، المرضى يعطون مادة البيتا كاروتين. بيتا كاروتين هي نفس المادة اللي خدناها بالفيتامينات اللي هي موجودة في الجزر، سميها البيتا كاروتين، اللي قلنا في أجسامنا في القناة الهضمية أثناء الهضم تنقسم إلى فيتامين دي، تطلع منها الريتينال، يطلع منها الريتينال، كل جزيئة من البيتا كاروتين تنقسم إلى جزيئتين من البيتا من الريتينال، وهذا إلى الكثير من الفوائد، منها قلنا الإبصار، ومنها هنا أنه يقلل لنا تكوين الرياكتيف أكسجين سبيشيز. Beta carotene is often administered to porphyria patient with photosensitivity to reduce the production of reactive oxygen species. هنا هو يقلل لنا من ضرر reactive oxygen species، الأصناف الأكسجينية الفعالة اللي هي السوبر أوكسيد والهيدروكسيد في راديكال والهيدروجين بيروكسيد وغيرها من الفري راديكالز اللي تتأمل على تحطيم الخلية ومكوناتها وتقود إلى عمليات مثل الملجنانسي وغيرها، تظهر بسبب زيادة الرياكتيف أكسجين سبيشيز في المحصلة النهائية، ولذلك حتى نقلل من تأثير هذه الأصناف الضارة على خلايا الجسم يعطى الإنسان مادة البيتا كاروتين، وممكن أن يعطى أيضا فيتامين إي اللي يعمل على تقليل تأثير الرياكتيف أكسجين سبيشيز في في الدهون وفي الوسط الدهني، لأنه هو فات سوليبل، وكذلك البيتا كاروتين يعمل بطريقة تقريبا مشابهة.